السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل عيش السحور وربنا يعيد علينا الأيام بخير. عيش السحور باللبن الرايب، الكماج، القرص الفلاحي باللبن الرايب، البكاكين، كلها مسميات للعيش ده. بس هو بيبقى في الآخر كده طعمه تحفة، وبيكون كده طعمه جميل مع السحور في رمضان، حتى لو أكلتيه من غير أي حشوة خالص. هشوف الطريقة، ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة لو أمرة تشوفيني، وصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف الطريقة. كده أول حاجة معايا كيلو من الدقيق، هنعمل النهاردة كيلو واحد من الدقيق، عايزة تضاعف الكمية براحتك. ومعايا كمان معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة من كيك شيف أو بيكنج باودر، يعني اللي موجود عندك. وهضيف كمان شوية ملح صغيرين، يعني حوالي معلقة صغيرة من الملح، وهقلب المكونات الجافة دي كويس جدا مع بعضها. وهبتدي بأن ننزل بربع كوباية من السمنة، سمنة بلدي، سمنة الموجودة عندك، وربع كوباية من الزيت. يعني مجموع الدهون اللي أنا ضفتها في عيش الكماج النهاردة معانا نص كوباية من الدهون. أي عايزة بقى تعمليها كلها سمنة، عايزة تضيفيها كلها زيت براحتك، مش هيأثر في الطعم. الطعم اللي هيكون غالب في العيش السحور معانا أو البكاكين اللبن الرايب. اللبن الرايب هو اللي بيدي طعم تحفة لعيش البكاكين، بيخليه طعمه حلو جدا، وتحسي كده ان انتي بتاكلي حاجة بسمنة بلدي صافي، حتى لو استعملتي سمنة عادية. انا مستعملة على فكرة سمنة عادية مش سمنة بلدي. ابتديت بقى ان انا اضيف اللبن الرايب. ضفت الاول كوبايتين كده زي ما شفتوا، هبتدي ان انا نص كوباية كمان من اللبن الرايب، وهسيبها كده على جنب لحد ما اعجن العجينه الاول واحس ان هي محتاجه تاني فهزودها. يعني ما تزوديش المواد السائله كلها مع بعض مره واحده علشان العجينه تطلع معاكي مظبوطه. هبتدي بقى اعجنها كويس لحد ما تكون عجينه معايا ناعمه وفي نفس الوقت لما معاكي من الطبق. ضفت نص كوبايه الباقيه من اللبن الرايب، وهبتدي برضو ان انا اعجن، ولو لقيت ان هي محتاجه شويه هزودها. فانا لقيت معايا دي محتاج تاني شويه، فزودت كمان حوالي ربع كوبايه بس من الميه. فعلى حسب الدقيق عندك ما ياخد الميه، فهتنزلي على حسب ما الدقيق ياخد اللبن الرايب، فهتنزلي باللبن الرايب بالتدريج، ولو لقيتيه محتاج شويه فزودي. انا بس علشان اخر شويه لبن رايب كانوا كوبايتين ونص بس، فالنص الربع كوبايه الباقيه دي فزودتها ميه عادي، يعني مش مشكله. المهم العجينه تطلع معايا كده طريه ملمومه من الطبق، وفي نفس الوقت كده ماسكه نفسها، يعني مش ما بتلزقش. فاهميني؟ شايفين مقاوم العجينة قدامكم. هبتدي بقى ان انا اغطيها كده بكيس بلاستيك وكمان قطعة من القماش، وهسيبها لحد ما تختمر خالص، يعني حوالي نص ساعة او ساعة لحد ما تختمر براحتها. وكده اختمرت معانا العجينة، هبتدي بقى ان انا اخدها واشكلها. او شايفين طرية جدا وريحتها كده من قبل كمان ما تستوي رهيبة. هبتدي بقى ان انا ارش رشة كده بسيطة من الدقيق على الرخامة، ونشكل بقى العجينة اللي معانا كويرات كده صغيرة او قرص كده صغيرة. يعني القرصة بتبقاش كبيرة قوي، يعني بيكون رغيف عيش كده صغير بيبقى شكله حلو وطعمه كمان تحفة. خلاص ابتدي بقى ان انا اعمل اقرص العيش كله او العجينة كلها اللي معايا بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. لو عايزة تكبري شوية براحتك، بس هي كده بيبقى حجمها حلو قوي وبتبقى شكلها حلو كده في التقديم. هكمل الكمية كلها وهنشوف دلوقتي هنعمل قد ايه. يعني طلع معايا كده حوالي اكتر من 40 قرصة او 40 رغيف. خلاص هبتدي بقى ان انا اغطيهم شويه كده علشان بالوش او سطح الكويرات دي بتنشف لما بتسيبيها مكشوفه، فلازم تغطيها وانتي بتشتغلي فيها. وجبت هنا معايا صاج او صينيه، وحطيت فيها قطعه من القماش علشان العيش او القرصه اللي هنفردها هنحطها على قطعة القماش علشان ما تلزقش كده في بعضها، وكمان عشان ما تاخدش معانا مكان كبير. وابتدي بقى انا ناخد اول كورة ان انا شكلتها، وابتدي ان انا اشتغل فيها عشان تكون ارتاحت شوية وتفرد معاكي بسهولة. وابتدي ان انا افردها كده بشكل طولي، يعني بصي اسهل من كده ما فيش، هي بس بتمشي عليها كده مرتين ثلاثة بتلاقيها فردت معاكي. وهترشي رشة دقيق بس بسيطة من تحت، وحاولي ان انت ما تخليش يعني ترشي الدقيق عليها من فوق على العيش، يعني ارغفة العيش من فوق علشان يبقى شكله حلو كده من فوق وياخد معاكي لون حلو لما يستوي في الفرن. وهخلص الكمية كلها كده بنفس الشكل، وكل طبقة تخلص معايا في الصينية.
هحط عليها طبقة من القماش وهكمل كده طبقات فوق بعضها لحد ما اخلص الكمية كلها. كده مش هتاخد معايا مكان، وفي نفس الوقت هتقعد بقى تختمر براحتها، والقماشة ما بيلزقش فيها العيش. اي حاجة تانية ممكن تلزق فيها العيش، فصعب ان انت تشيليه وتنقليه من مكان لمكان، او من يعني تنقليه علشان تسويه يعني في صينية، فاهميني؟ المهم عملت كده الطبقة الاولانية وفردت عليها قطعة من القماش، وابتدي ان انا اعمل الطبقة التانية برضو واحطها كده برضو على قطعة القماش. وخلصت هنا الكمية، كل صينية هنا معايا صينيتين، كل صينية كانت حوالي 3 طبقات فوق بعضها، وكل ما بين طبقة والتانية قطعة قماش. ابتدي بقى ان انا اخليهم لحد ما يخمروا تاني. وهنا بصي شكلهم بعد ما اختمر، هتحسي ان يعني الحجم بتاعهم تضاعف كده وعليت شوية القرصة معايا. هبتدي بقى ان انا انقلها في صينية ومشغلة الفرن على اعلى درجة، ومخلية صاج الفرن بصوا قلباه كده، وحطاها على في قاع الفرن كده من تحت، واحط عليه الصينيه على طول كده مباشره لحد ما العيش ينتفخ معايا كده بالشكل ده. اروح شايلها على طول وحطها تحت الشوايه، ببقى فاتحه الفرن والشوايه الاثنين مع بعض اهو بنفس الشكل، والاثنين باعلى درجه. عندك بقى الفرن شغال شوايه وفرن، هتعمليه بالشكل ده. عندك الفرن شغال فرن بس ما بيشتغلش الاثنين مع بعض، هتبتدي ان انت تشغلي الفرن ياخد يرتفع كده، تروحي مشغله الشوايه ياخد لون وتشيليه على طول من الفرن، وممكن تحطيه على الطاسه من فوق يرتفع، بعد كده تروحي مدخلاه ياخد فرن في ياخد وش في الشوايه. فالتسويه اللي انت تقدري اللي انت المتاحه عندك يعني، والفرن يقدر يعملها هتعمليها. يعني الفرن اللي شغال فوق وتحت هيعمل معاكي بكل سهولة ويخلص معاكي على طول. انا علشان الفرن اللي عندي الغاز مش شغال فوق وتحت، فعملتها في الفرن الكهرباء وطلع معايا باللون ده والشكل ده، وكلهم كده طالعين منتفخين وشكلهم تحفة. وريحتها عايزة اقولك بقى ان ريحتها سمنة بلدي صافي والله، وجربيها هتعجبك جدا. او بالسوق ده شكلها كده في الفرن، زي ما انتم شايفين بصوا، حاطه الصاج كده في قاع الفرن. ولو في الفرن هتعمليه في الفرن العادي او الفرن الغاز، برضو هتخلي الصينيه كده على الصاج او على ارضيه الفرن اهو بالشكل ده. خلصت الكميه كلها، ما اخدتش معايا وقت خالص، لان يعني لو كنت عملت اكتر من كيلو مش هيخلص معايا، يعني مفيش في اقل من ساعه. بصوا الشكل تحفة، الريحة، الطعم، وموفر جدا واقتصادي، احسن بكتير ما تشتري العيش الشامي اللي بره. يعني ده احلى بكتير جدا، ده يعني دي قرصة فلاحي ريحتها وطعمها بقولك تتاكل حاف، يعني مش محتاجة ان يكون فيها حشوة خالص. دي كمية معايا كلها، وكمان الصينية دي كمان كان فيها شوية. هبتدي بقى ان انا اقدمها كده بالشكل ده، وبألف هنا لله هيجربها، حلوة جدا، طعمها حلو، ريحتها حلوة حلوة، هتنفع انا في رمضان ان شاء الله في السحور، وحتى لو يعني في ايام العادية برضو حلوة. بس هي ده معروف ان احنا بنعمله في السحور كل سنة وانتم طيبين، ويعيد عليكم الايام بخير. هبتدي بقى ان انا ارصها كده في الصينية عشان تشوفوا شكلها، والارغفة اللي هي مش منتفخة قوي دي مفتوحة ومنتفخة وكل حاجة، بس عشان الارغفة لما اتحطت كلها على بعض يعني هبطت الانتفاخ بتاع ارغفة العيش. وهوريكم دلوقتي، هفتح لكم رغيف رغيف وتشوفوا من جوه شكله عامل ازاي. وده شكلهم تحفة، طعمهم تحفة، ريحتهم رهيبة. ده الكماج الفلاحي، البكاكين، بصوا يعني كل بلد بتسميه بطريقة، فكل بلد بقى تعرف، او كل حد من محافظة يقول لي انتوا بتسموه عندكم ايه، بتسموه كماج ولا بكاكين ولا قرص باللبن الرايب ولا عيش السحور. يعني هي كل دي مسميات انا عرفتها يعني من اكتر من حد، يعني فعايزه اعرف بس يعني عندكم اسمها ايه. خلاص ابتدي بقى ان انا افتح كده، زي ما انتم شايفين بصوا من جوه منتفخ، وكل العيش كله متفتح، و الرقين كده كلهم قد بعض، يعني من فوق ومن تحت زي بعض، شايفين الشكل تحفة. ابتدي بقى ان انت تحشي اي حشوة انت عايزاها من غير حشو خالص، طعمه رهيب اهو. ده الشكل، هوريكم دلوقتي كمان الارغفة اللي هي هبطانة شوية دي، والله كلها منتفخ، بصوا هوريكم، او كلها متفتحة اهي. وطبعا اللي بيتقطع ده ما بيترميش، بيتاكل اهو. بصوا كله متفتح ازاي بالشكل ده،
جربوه ان شاء الله هيعجبكم، هينفعكم جدا في الصيام. عايزه تعملي كميه كبيره وتشيليها في الفريزر، هتنفعك جدا عشان ما تعمليش في رمضان وتاخدي وقت منك في رمضان، فتعمليه من دلوقتي وشيليه في الفريزر، مش هيحصل له اي حاجه. يعني فرزي كده على قد الوجبه اللي انت محتاجاها في اكياس وشيليه في الفريزر، وتطلعي قبل ما قبل السحور بقى او قبل الفطار زي ما انت عايزه، يسيح شويه صغيرين وهيطلع زي الطازه بالظبط. جربي ان شاء الله يعجبك. ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفيني.